صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، قل ما المراد بقوله ما سقى كافرا منها شربة ماء؟ نعم، يعني معناه ما أعطاه الله منها، ما أعطاه الله منها ولا أقل شيء حتى شربة الماء، لكن إعطاؤها للكافر دليل على أنها لا تساوي عند الله شيئا. نعم.